صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب للسلوك إلى الله تعالى، الصالحون يرتاحون في جنباته وبين أبوابه. سبق في الباب الأول من هذا الكتاب باب الإخلاص وإحضار النية. أول ما ينبغي على السالك إذا أراد أن يسلك في درب الله تعالى أن يخلص لله تعالى، وأن يعقد العزم أن يجعل أعماله كلها خالصة لله تعالى، وأن يستحضر النية في كل قول وفي كل فعل يفعله ويقوله في هذا الطريق. ثم إذا أردت السلوك إلى حضرة الله تعالى، من أول ما ينبغي عليك أن تتوب. لذلك قال باب التوبة، والتوبة في اللغة كما سبق هي الرجوع، ذلك لأن الإنسان مفطور على حب الله تعالى وعلى القرب من الله تعالى، فإذا عصى، إذا أذنب، إذا أخطأ، فإنه يبتعد عن ربه، فإذا ابتعد عن ربه فينبغي له أن يعود وأن يتوب وأن يرجع وأن يؤوب. أصلاً أيها الأخ، إلى أين تذهب إذا لم تذهب إلى باب سيدك؟ ومن الذي يقبلك غيره؟ ذكروا بأن رجلاً صالحاً أذنب ذنباً فخرج من بيته هائماً على وجهه، وبينما هو في زقاق من الأزقة رأى باباً يفتح ويخرج منه طفل لم يبلغ الحلم، ويغلق الباب دونه، وقف لينظر، فإذا بهذا الطفل، هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم، يبتعد عن باب البيت مسافة، ثم إنه يبدو بأنه يفكر أين يذهب، فيعود إلى ذلك الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، ثم يبكي وينام على عتبة الباب. بعد قليل يفتح الباب وتخرج منه أم تحمل هذا الطفل، هذا الغلام، وتقول له: يا ولدي، أما قلت لك لا تحملني بسوء فعالك على خلاف ما جبلت عليه؟ ثم تدخله إلى داخل البيت. تأمل هذه القصة مع قول الله تعالى: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. يعني إذا أنت بعدت عن باب الله عز وجل، وين بدك تروح؟ إذا ابتعدت عن هدي الله تعالى فأي هدي تتبع؟ إذا خالفت أوامر الله تعالى وخرجت من بيته فإن تذهب؟ ليس لك إلا أن تعود إليه وأن تقبل عليه وأن ترجع إلى دربه وأن تتوب بين يديه، وهو ينتظر توبك وينتظر عودك. والله أرحم بعباده من الأم بولدها. فالباب الثاني الذي عقده الإمام النووي في رياض الصالحين باب التوبة. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن التوبة منزلة لا يتركها السالك إلى الله تعالى ما دام في هذا الدرب. السالك إلى الله عز وجل يمر بمنازل، يمر بمحطات، أنت في إقبالك على الله تنتقل من منزلة إلى منزلة. بعض هذه المنازل تتركها وتمضي إلى التي تليها، وبعض هذه المنازل تحملها معك طيلة سيرك إلى الله عز وجل.
منزلة التوبة، والتوبة منزلة يحملها السالك في أول طريقه وتستمر معه إلى آخر نفس من أنفاس حياته، فلا يزال السالك يتوب إلى الله تعالى في كل يوم ويستغفر ربه في كل يوم ويرجع إلى الله تعالى ويحاسب نفسه في كل يوم حتى يلقى الله تعالى. واعلموا يا شباب أن أصلح الصالحين يتوبون إلى الله في كل يوم. لعل بعض الناس يفكر بأنه هو الوحيد الذي يسيء أو يذنب أو يقصر. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، والأولياء والصالحون ليسوا معصومين عن الذنوب، وحدهم الأنبياء هم المعصومون عن الذنوب، لكن الأولياء تزل أقدامهم. وفرق ما بين الناس ليس في الذنب، إنما الفرق بينهم فيما بعد الذنب. وسبق في دروس ماضيات أنك إذا أذنبت لا تفعل خمسا، إذا أذنبت أنت عبد تذنب تزل قدمك، لكن إذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تستصغر ولا تجاهر ولا تدعو، لا تسر بالذنب. فرق كبير بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. ولا تصر، فرق كبير بين من يذنب ويصر وبين من يذنب ويتوب. ولا تستصغر، فرق كبير بين من يذنب ويستصغر ذنبه وبين من يذنب ويستعظم ذنبه. ولا تجاهر، فرق كبير بين من يذنب ويستتر وبين من يذنب ويجاهر. ولا تدعو، فرق كبير بين من يذنب ويدعو إلى الذنب وبين من يذنب ويدعو إلى التوبة والاستغفار. لذلك عقد النووي باب التوبة في أول أبواب هذا الكتاب، وسبق في الدرس الماضي أنه نقل قول العلماء بأن التوبة واجبة من كل ذنب. الآن وصلنا إلى قوله: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. إذن التوبة من الذنوب واجبة. أنتم أيها الإخوة لماذا صليتم المغرب؟ لأن صلاة المغرب واجبة. لماذا تصومون رمضان؟ لأن صيام رمضان واجب، والواجب فاعله يثاب وتاركه يعاقب. التوبة من الذنب واجبة. واحد نسأل الله السلامة مبتلى بالنظر إلى الحرام، ماذا ينبغي عليه؟ يجب عليه أن يتوب. يجب، مو أنه والله شايف حالي أنا مو منيح سأبقى على ما أنا عليه بعدين بفكر بالموضوع. يصير واحد يا أخوان يقول والله شايف حالي أنا مو منيح ما حبصلي المغرب، حببقى على ما أنا عليه من المعاصي وبعدين بعمر 70 أنا حبصلي، بيصير؟ ما بيصير. التوبة واجبة، وواجبة من جميع الذنوب. بعيد من هون بعيد من هون واحد آكل حق أخته بالميراث. التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد تارك للصلاة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد في حقوق مالية للعباد في رقبته، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد مبتلى بشرب البيرة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تشتغل بالغيبة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تذهب إلى ساحرة أو إلى عرافة أو إلى منجمة لأجل أن تكتب لها شيئا فتحبب زوجها بها، التوبة واجبة من جميع الذنوب. شاب أغضب أمه، التوبة واجبة من جميع الذنوب. هذا ما عليه كل العلماء أيها الإخوة، كل علماء الشريعة قال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. ما بيصير واحد يقول أنا هذا الذنب يعني ماشي الحال، يعني شغلة صغيرة هذا ما بتأثر. ما بيصير واحد يقول أخي أنا هذا الذنب غلبني لذلك خلص سأستمر به. لا يصح أن ولا يستقيم أن يقول رجل هذا الذنب سوستي، أنا كل إنسان له سوسة وأنا هذه سوستي. بهذا الشكل هو يأثم لأنه ترك التوبة، مثل اللي بيترك صلاة المغرب. ما بيصير أن يعلل نفسه أخي ما في شجرة إلا وهزت الريح وأنا هلأ هيك،
أخي الشباب يعني بتعرف هلأ 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 وقته طايش، خليه طايش. التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة زوجة مقصر معها تجي تقول أنا لأنه هو قصر معي أنا رحت باتجاه يعني الخطأ، وتبرر لنفسها المعصية وتريد أن تستمر في المعصية. وهذاك الذي يقول والله كل شجرة هزت الريح يريد أن يبرر لنفسه المعصية وأن يستمر على المعصية. طبعا الشيطان هو الذي يوسوس له. ليس صحيحا أن الناس كلها تقيم على ما يقيم عليه، وليس معذورا وليست معذورة امرأة قصر زوجها في حقها أن تذهب إلى الخطأ، أو رجل قصرت زوجته في حقه أن يذهب إلى الخطأ، وليس معذورا إنسان بقلة ذات يده أن تمتد يده إلى الحرام. يقول يا أخي شو بدنا نعمل، يعني أنا والله بتعرف معاشنا قليل وبدي أعيش أنا ومرتي وأولادي. يأكل الرشوة ويصر عليها، بيقول لك يعني شنو بتريدنا نموت يعني. لذلك أنا هو هكذا يعني، هو يقول إنه مستمر على المعصية ولن يتركها لأن ذات يده قليلة. هذا الرجل عصى الله بالذنب وعصى الله بالإصرار على الذنب، يعني هو يقول إنه لا يريد أن يتوب. وستسمعون ما ساقه الإمام النووي من آيات قرآنية وأحاديث نبوية على وجوب التوبة. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، يعني ويحرم الإصرار على أي ذنب من الذنوب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. هلا أن تزل قدمك مرة ثانية كلنا نشبهك، أن تخطئ مرة ثانية من دون قصد كلنا نشبهك، لكن أن تقرر أنك ستبقى على الذنب هذه هي المعصية. يعني في شباب عندهم سهرة كل يوم خميس فيها معصية رب العالمين، لما إجا رمضان تحاكوا مع بعضهم البعض إنه شو يا شباب الخميس الجاي رمضان ما بيصير نعصي الله برمضان، خلص الصيام وبركي منلتقى بالجامع على التراويح. قام واحد من اللي قاعدين قال لهم يعني ايه ما تريدوا نلتقى؟ قالوا له خلص اول جمعة بعد رمضان. شو يعني؟ يعني هن عم يتواعدوا على المعصية، عم بيقولوا ان شاء الله ان شاء الله موعد المعصية اول خميس بعد رمضان، جهز حالك هلا ما بدنا نعصي الله. يا اخوان هذا كبيرة من الكبائر لا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان لو كان شغلة صغيرة بس أما وإنه مصر، أما وإنه يحجز مواعيد للمعصية صارت كبيرة، لأنه هو مو زلة قدم. أن تزل قدمك كلنا مثلك تزل أقدامنا، بس أن نتواعد على المعصية، جهز حالك أنا وعدك إلى معصية. هذا رجل يخطط لمخالفة أمر الله، وهذا رجل مصر على أن يخالف الله وهو يعلم أن الله تعالى يراه. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. العلماء قسموا الذنوب إلى ذنوب مع الله عز وجل وذنوب مع العباد. في الذنوب مع الله أنت بحاجة إلى أن تندم على الذنب وأن تقلع عنه وأن تعزم على لا ترجع إليه. وإذا كان صلاة لابد أن تقضيها. واحد بلغ بعمر 14 سنة ضل لعمر 20 لا يصلي، هلأ بده يتوب، ماذا ينبغي عليه؟ أن يندم وأن يقلع عن ترك الصلاة، يبدأ بصلاته وأن يندم وأن لا يعود إلى هذا الفعل. وعنده 6 سنوات صلوات ينبغي عليه أن يقضيها، مع كل فرض من الآن يبدأ، مع كل فرض يصلي فرضا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها، إذا أنت نمت عن الصلاة، يعني واحد نام الساعة 5 العصر فالساعة 8 المساء نام عن صلاة المغرب أو نسيها. أحياناً واحد بالعمل تتزاحم عليه الأعمال، بده يقول له زوجته تليفون تقول له صليت أنت الظهر؟ يا لطيف والله ما صليت، أدن العصر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واحد فاء الساعة 7 الصبح راحت عليه صلاة الفجر، شو بده يعمل؟ فوراً توضأ وصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا نام أو نسي، فما بالك إذا ترك عامدا؟ ينبغي عليه أن يعيد صلواته أو أن يقضي صلواته. قضاء الصلوات عليه 6 سنوات صلوات، فهلأ مع كل فرض بيصلي فرض لمدة 6 سنين
تنتهي صلواته، أو مع كل فرض بيصلي له فرضين، وقدم صلاة الفرض على السنن. يعني بعيد من هون، أنا الآن رايح علي صلاة 6 سنين، هلأ بدي صلي المغرب، بعد المغرب بدل ما أصلي ركعتين السنة البعدية، خليني أقول نويت أن أصلي ركعتين فرض الصبح قضاء، لأن الفرض ستسأل عنه، والفرض أولى من السنة. فأول شيء اقضي صلواتك، بعدين صلي من السنن ما شئت. برمضان بدك تصلي التراويح، بدل ما تصلي التراويح قول نويت أن أصلي ركعتين، الإمام بيقول نويت أن أصلي ركعتين سنة التراويح، أنت قل نويت أن أصلي ركعتين قضاء الفجر واقتدي بالإمام. فكل يوم عندك 10 صلوات فجر، لأنه 20 ركعة هني، خلال شهر رمضان 300 صلاة فجر، يعني كأنك بشهر رمضان تقضي سنة صلوات الفجر. لابد من التوبة أن تقضي بعد أن تندم وتعزم على أن لا تعود وتترك الذنب. لا كمان بدك إذا عليك حقوق لله تعالى كالصلاة لابد أن تقضيها. الصوم نسأل الله السلامة، واحد مرت عليه 5 سنوات ما صام لسبب من الأسباب، يعني مذنبا مقصرا، ماذا ينبغي عليه؟ هدول 5 ضرب 30، 5 سنوات ما صام، ضرب 30 كل سنة 30 يوم شهر رمضان، صاروا 150 يوم. يجب عليه أن بده يندم، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وهلأ بده يصوم هال150 يوم مع كل، يعني هلأ في الشتاء يمرر يوما يوما يوما. زكاة، إنسان صلى له 10 سنين تجب عليه الزكاة وما دفع الزكاة، هذا حق لله تعالى. شو بده يعمل؟ بده يجيب هالمحاسب تبعه ويحسب، أنا بعام 2005 أو 2010 شو علي زكاة كان؟ والله 500 ألف، بال2011 700 ألف، بال2012 بده يجمعهم ويؤديهم يعطيهم للفقراء. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. العلماء قسموا الذنوب إلى قسمين، بينك وبين الله وبينك وبين العباد. إذا بينك وبين الله لابد أن تتوب، تندم، تعزم على أن لا تعود، وتقلع عن الذنب، وإذا في حق لله تعالى أن تعيده. هلأ طيب، إذا الذنب بينك وبين العباد كمان بدك تندم وتعزم على أن لا تعود وتقلع عن الذنب، إذا لا سمح الله واحد عم يمد إيده على صندوق الآخر ليقلع عن الذنب، ولا بد أن يعود الحق إلى أصحابه. الحقوق المادية للناس لا بد أن ترجع إليهم. طيب تعالوا نشوف بس تفاصيل هذا الأمر وهذا هذه الإعادة، لأن العلماء قالوا يجب أن يتوب من جميع الذنوب سواء كانت بينك وبين الله أو بينك وبين الناس. المال الحرام أيها الإخوة، إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. برضا صاحبه مثل الربا، مثل أجرة الزانية، هي أخذت مال بس برضا صاحبه. وبغير رضا صاحبه كالسرقة، سرقة أو أخذ مال من غير رضا صاحبه. طيب فالمكتسب برضا صاحبه، واحد بعيد من هون كان عم يبيع خمر، بقى هو عم يأخذ مصاري من الناس، بس هذا المال حرام، وأخذها برضا صاحبه، صاحب هذا المال. المكتسب برضا صاحبه كالربا مثلا لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان ببيع خمر وهلأ بده يتوب، شو بده يعمل؟ بده يندم على ما فعل، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال الذي أخذ من الحرام ويتصدق به بأي وجه من وجوه البر. وحدة إنسانة بعيد من هون كانت تفجر وتأخذ مالا من الناس، بدها تأخذ هذا المال وتصدق به بأي وجه من وجوه الخير. واحد كان يتعامل بالربا، بده يحمل هذا المال الذي جاءه بمال الحرام، هذا كله مال أخذ برضا صاحبه، فبده يروح يتصدق به بأي وجه من وجوه البر. طيب إذا كان هو هذا الإنسان فقير جدا، قالوا يأخذ منه بمقدار أقل، كما أنه يتصدق على الفقير يتصدق به على نفسه بجزء منه ويتصدق بالباقي. هذا القسم الأول للمال المكتسب برضا صاحبه. هلا في نوع ثاني، المال المكتسب بغير رضا صاحبه، رشوة بغير رضا صاحبه، سرقة بغير رضا صاحبه،
اعتداء على الميراث بغير رضا صاحبه، هذا لابد أن يعاد إلى صاحبه، لابد أن يعاد. واحد سرق من إنسان مالا ولا بده يتوب، بده يندم ويقلع ويعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال ويرجعه إلى صاحبه. وها هنا تفصيل أيها الإخوة ومسائل. واحد، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ الآن بين يديه؟ بعيد من هون بعيد من هون، واحد أخذ من شخص سرقة 1,000,000 ليرة، ولا بده يتوب هذا الذي سرق 1,000,000، بده يندم ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن الذنب، وبده يرجع 1,000,000، بس هلا هو ما معه 1,000,000، ماذا يفعل؟ يرده أجزاء ويكتب في وصيته بأن لفلان الفلاني عندي مثلا 1,000,000 ليرة سوري أو 900,000 أو 700,000، كلما دفع له دفعة بروح يحسمها إلى أن يؤدي ما عليه، وإذا الله رأى صادقا في توبته سيعينه. 2، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ شاب كان بيشتغل على الصندوق بمحل، والحقيقة كان يأخذ 500 أف 1,000 أف 2,000 أف 5,000 خلال 5 سنين، وبعدين ترك هالمحل ومشي. هلأ هو بده يتوب، هو بيعلم بأنه كان يأخذ من مال الصندوق مال حرام هذا، بس قديش هذا المال ما بيعرف، يعني بيطلعوا له 100,000 500,000 300,000، ما عنده علم. ماذا يفعل؟ الجواب، يجتهد ما استطاع في حصر هذا المبلغ ويزيد عليه شيئا. يعني هو بيقول هو اشتغل 5 سنين مثلا، بيتذكر كان في شهر من الأشهر يلي أخذوا من الصندوق 10,000، معناتها بالسنة هدول بيطلعوا لهم 120,000، بالخمس سنين 120,000 ضرب 5 بدهم يطلعوا 500 600 وشيء، بس هكذا يعني بده يحسب. طلعوا معه 600، بيقول أخي 1,000,000 أنا بدي أرجع، وبيبدأ يرد هذا المبلغ. السؤال الثالث، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ مسافر هذا الرجل اللي مأخوذ منه المال وبده يرجع له إياه، ما في، ما عنده طريقة، يبقيه له إلى أن يجتمع به، وبيكتب بوصيته هذا المبلغ لفلان الفلاني، إذا أنا مت وعاد فأعطوه هذا المبلغ. طيب، 4، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ بعيد من هون، موظف كان بيشتغل بدائرة وكان يأخذ رشاوة، ما بيعرف وين بده يوصل للناس، ما بيعرفهم، إذا وجدهم بالطريق لا يعرفهم، يتصدق بهذا المال على نيتهم، يا رب اجعل ثواب هذا المال إلى من أخذ منهم. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ إذا واحد اغتصب من شخص بعينه بده يرجع له لهذا الشخص، طيب ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ هذا المال مو لشخص، لعموم أفراد الأمة. إذا كان يستطيع أن يعيده لنفس الدائرة أعاده، وإلا أنفقه في المصالح العامة. 6، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ عيد من هون، واحد سرق 1,000,000، هلا هو شغل 1,000,000 شغل، وصاروا 1,000,000 10,000,000، شو بده يعمل؟ أصل 1,000,000 هو حرام، هلا هذول 10 شو؟ هناك أقوال في المسألة أظهرها أنه يتقاسم مع صاحب المال كأنه شريك، يعني هلا لو أنت أعطيتني 1,000,000 لأعمل بها أنا مضاربة والربح بيني وبينك، نسأل الله السلامة، قال يفعل كأنه شريك، فهدول بدل 1,000,000 صاروا 10,000,000، نصف يعيده للرجل ونصف يأخذه. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ بيعرف بعيد من هون أنه أبوه عم بجيب مال حرام، شو بيفعل؟ الجواب، يمتنع من مؤاكلته، ما بيأكل على صفرة أبيه ولا بيأكل على صفرة أمه. بعيد من هون والدته عم تطلع تتسول وتشحد وهي عندها ما يكفيها، مالها حرام فلا يأكل منها شيئا، وبيطلع بيشتغل
ويأكل من ماله الخاص. ماذا يفعل ثمانه من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه، من حلال أم من حرام؟ إذا كان لا يعلم فهو في إرثه حلال يأخذه، لأن الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل. كل هذه مسائل أيها الإخوة في التوبة من المال الحرام الذي للغير، والعلماء يقولون يجب أن يتوب من جميع الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وللحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اشفع لنا يا حبيبا لله.